اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في حلقه اليوم، واحد من نجوم التحكيم الكبار الحقيقه. ياما كنا بنلعب وبعدين كان بيلعب جنبي بقى، وانا كنت بلعب جنبه الحقيقه، وياما اتخانقنا جوه الملعب. النهارده هنتخانق بقى بره الملعب. واحد من نجوم التحكيم الكابتن ايمن دجيش. ازيك كابتن ايمن؟ اهلا بيك، تشرف ومنور. ده انا اتشرف ان انا موجود مع حضرتك، ربنا يخليك. تحياتي ليك وتحياتي لكل اسره العمل اللي موجوده. ربنا انا بشرف ان انا اكون معاك، وانت قلت هنتخانق وبتاع، بس احنا في الملعب اصلا. انا انت كنت من اللعيبه، انت كنت من اللعيبه، بنشاور لبعض، كنت من اللعيبه ما كنتش بتعترض خالص. دي حقيقه، ده حقك يعني. اتمنى لك التوفيق في الفتره اللي جايه في الاستوديو هنا. انا وانت. وبص يا كابتن، انت شايف الكره دي؟ انا لا، هاتها من اولها بقى. طب يا عم سمير، هاتها من اولها بقى. انت اللي كنت تحكم الماتش ده؟ ماتش مين ومين؟ ده اهلي وزمالك. ده لا اهلي وزمالك. لا مش انت صحيح، هم بيصيتوك. انت لعبت اهلي وزمالك، بس انت كنت بطلت كابتن. ده دي جيش اوروبي. طبعا حكمت لك كتير يا كابتن. تمام كابتن، خلينا نبدا. اولا ايه راي حضرتك النهارده في احداث التحكيم، طبعا من الناحيه التحكيميه والطاقم التحكيمي؟ كيف رايت هذه المباراه من جانب الكابتن محمد عادل ومعاوني؟ الحقيقه كابتن اسلام، في البدايه يعني بحيي الكابتن محمد عادل. هو من الحكام اللي دايما عنده عدل في قراراته. ممكن نتفق او نختلف في بعض القرارات، لكن الحقيقه محمد عادل بيقدم مستوى رائع الموسم ده والموسم اللي فات، ماشي بخطه ثابته. ممكن يبقى عنده خطا، ممكن يبقى فيه لعبه ماشي، طبيعي. ده طبيعي، لكن النهارده اتعرض لاختبارات كتير جدا. والنهارده عايز اقول لك كابتن اسلام، يعني النهارده في مباريات يا كابتن اسلام بتبقى مباريات حكم، وفي مباريات بتبقى مباريات مساعدين. فالنهارده المباراه ديت مباراه الحكم اللي في الملعب. كانت الالعاب عنده كتير قوي. والحقيقه انا عايز اقول لمحمد عادل، بحقيقه على حاجه ثانيه، ان محمد عادل كان عنده مباراه الترجي والافريقي يوم الاحد اللي فات. الاحد اللي فات، وما كانش في العاصمه تونس، كان في بلد بعيد عن تونس. لعب يوم الاحد ورجع على العاصمه في تونس، ورجع امبارح. رجع امبارح بالليل ولعب النهارده الصبح. رجع امبارح على القاهره، وراح النهارده برج العرب. ده مجهود كبير. اكيد اللجنه يعني هي ثقه في محمد، او ان هو كان الحكم ممكن اللي هم شايفينه مناسب، وممكن اتفق معاهم في الكلام ده. فكان بس عايز اقول ان هي مجهود على محمد. يعني هي كانت فيها حمل كبير على محمد. طبعا اكيد هي الامور يعني حسمت ان محمد عادل يكون حكم المباراه ديت، لمستواه للمباراه، ثقه للمباراه اللي لعبها في تونس. انما قدم مباراه طيبه يعني. تمام، خلينا نبدا بحالات اللي عندنا. هنقول الطاقم بس الاول، هو كابتن محمد عادل ومعاه مساعد اول يوسف البساطي، ومساعد ثاني يعني خيري، والحكم الرابع اشرف مسعد، والحكام الاضافيين محمد سلامه ميدو ومحمد يوسف. نعم، هنبتدي بقى. نبدا بالحالات. جاهز يا سمير؟ هنبتدي بال، اتفضل يا سمر. الزواديه اتفضل. دي احنا اختلفنا فيها. كابتن عادل شاف ان هي، كابتن عادل طعيمه يعني، شاف ان هي قال له هيجيب. ايوه بص يا كابتن. طبعا اللعبه ديت يعني تعتبر، انا بقول يعني حتى يعني هو طبعا ما يقصدش، هو يقصد يلعب الكوره، لكن دي اول درجات التهور. يعني انا اعتقد ان كان ممكن جلاردو ياخد فيها انذار. ايوه خليك مع الشاشه ديت. خليني مع الشاشه. بص لا نرجعها تاني. بص وقف قفلي. بص رجله فين؟ رجله. بص رجله. بص رجله. معلش يا كابتن، خلينا بقى نتناقش واحده. هو هنا بيحط رجله. خلاص كابتن، انا الدخول يا كابتن. بص الدخله. بص الدخله. ورجله فوق. كان ممكن ترتقي. طبعا هي ركله حره. المفروض دي يحسب محمد ركله حره، وانا بقول ممكن ان هي ترتقي لكارت اصفر يعني. خليني اللقطه دي يا سمير بعد اذنك، خليني اللقطه دي وهو جاي. بص يا كابتن، هو هنا الحارس كوره اهو، لعب الكوره كمل. طب انا عايزك توقف لي عند رجله. هو جاي من الجنب. انا معاك كابتن، انا جاي من الجنب. عايز يلحق الكوره. انا وقف لي على رجله بس وهي مرفوعه. انا عايز. بص يا كابتن، انا معاك كابتن اسلام. وقف لي هنا، وقف لي عند رجله وهي مرفوعه. بص يا كابتن، هنا خلاص، هنا في خطوره كابتن. بص هنا في خطوره كابتن اسلام. خلاص بس هو بعيد عن جسمه كابتن. خلاص لا ما هو انا جاي العب. مين لعب؟ الحارس جه لعب. الحارس لعب خلاص. فانا بقول لك ممكن ترتقي. هي ركله حره طبعا على جلاردو، ممكن ترتقي. لان بص الرجل مرفوعه ولا على الارض يا كابتن اسلام؟ مرفوعه. بص رفعت دي، فكان ممكن ترتقي الانذار يعني. تمام، اللعبه اللي بعد كده. نروح اللعبه الثانيه. دي لعبه ركله الجزاء. معلش بقى عشان بس في ناس بتقول لك انا مش عارف ايه انا ما اعرفش. طبعا لسه خلي بالكم، انا ما اعرفش الكابتن هنا. اللعيب طالع يلعب بدماغه. تمام، لعب بدماغه. ما لعبش بدماغه، غمض عينه. لا هنا نزلت ايده فين؟ الكره نزلت. بص وقفت على ايده. بص وقفت على ايده. هو ما لحقش، هو عايز قصده يلعب بدماغه، بس الايد فين؟ وقف على الايد فين؟ نزلت هنا ما بنقولش بقى هنا يا كابتن اسلام مفيش حاجه اسمها تعمد وتعمد. هنا اللاعب لو اخطا او اهمل او كده. انا النهارده ما لا اصل الناس قالت لك ان هو يعني كابتن طارق، حتى كابتن طارق يحيى وله الحق طبعا. لا ركله جزاء. ايده طلعت ان هي راحت على ايده. خد بالك كابتن، انا بتكلم ان كابتن طارق يحيى بيقول هنا ان هو غير مقصود. لا حاجه هنا اسمها غير مقصود. وعايز اقول لك ان هي ما راحتش لدماغه لايده.
هي راحت لايده على طول والايد في وضع غير طبيعي. فهنا ركله جزاء صحيحه وانا بحيي محمد عادل عكرمي. صحيحه 100% بناء على كلام الكابتن ايمن دجيش. احنا كلنا الحقيقه شايفينها ضربه جزاء، ولكن بص على ايده، بص ايده طلعت ايده، بص وقف لي كده على اللقطه دي كمان، بص الايد ايده فين، بص خلاص ما فيش دماغ خالص، هي الايد طلعت اهي في وضع غير طبيعي، كبرت الجسم يا كابتن اسلام. طالما هي طلعت ايده وكبرت الجسم خلاص ركله جزاء. ركله جزاء تمام. اذا ركله جزاء خلاص الموضوع ده اصله هو مجد. يعني احنا كلنا شايفينها ضربه جزاء تمام. كل اللعبه اللي بعد كده دي ضربه جزاء يعني، او في كلام على ان هي ضربه جزاء، قول لنا حضرتك وجهه نظرك في هذا الموضوع. هي من هنا اعتقد باينه. هنرجع بقى يا جماعه يعني رجعوا لي كده، وعايزين نمشي في اللعبه دي لان دي اللعبه دي من الالعاب الصعبه جدا. بصوا ارجع لي سنه كمان، ارجع لي سنه واحده 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 واحده. هنا الكره طبعا جيلاردو لعب، جيلاردو لعب الكره، عايز اشوف ايد اليمين بقى، نقف عند الايد، الايد شوف الايد اليمين فين؟ فين؟ بتاعت ابو جبل، ايده اهي طالعه عند ركبه اهي، الايد عليت اذا ضرب الجزاء. ايه الايد؟ انا واقف على شفت ماشي الايد، بص طلعت الايد مش على الارض، عارف لو ابو جبل ايده على الارض خلاص مفيش، ممكن مفيش حاجه وممكن امشي مع محمد في القرار بتاعه، لكن النهارده ايد ابو جبل طلعت طالعه دي كده من الاول بتمنع اللاعب. ماشي ماشي تاني وقف هنا هتبان، هنا هتبان. بص الايد بتطلع فين؟ الايد اليمين، عايزين ناخد بالنا من الايد اليمين على ركب اللاعب، الايد اليمين طلعت فين؟ عند ركبته الشمال، عند ركبته خلاص. انت لو ايدك على الارض خلاص، انت خلاص اعقت اللاعب. ومين اللي لعب؟ جيلاردو لعب الكوره. فمحمد خلي بال حضرتك، هي يا ريت تجيب لي زاويه محمد فين. انا طبعا محمد هنا، وممكن على فكره الحكم الاضافي برده ممكن يكون عندوش زاويه رؤيه، لا الوحيد اللي يشوفها كابتن محمد. لان الحكم الاضافي لو لاحظت ان ابو جبل وهو نايم على الارض مغطي عليه، مغطي عليه. محمد بقى مش باين لنا في اللقطه، يعني يا ريت تجيبوا لي محمد عادل اهو. بص معلش هتهلي بقى تاني هنا عشان دي مهمه جدا. انا عايز اشوف محمد عادل فين. اكيد تمركز محمد بعيد. محمد مش ظاهر لي في الكادر. هي دي النقطه. انا بص هي دي لو ينفع تجي لي برضه. اجي لك كابتن؟ لا حضرتك خليك يا كابتن ايمن، انا بس عايز اقول بص الايد وهنا. طيب هات كده معلش يا كابتن، خليك معايا هنا كابتن ايمن. بص لي بقى الناحيه دي، تعالى لي كده هنا بس لك. خلينا واقفين ثانية، لا ارجع سنة، ارجع سنة، ارجع سنة كمان يا سمير. سمير انا بس مهمة جدا عشان ابينها للناس قد ايه ان هي واضحة جدا ضربة جزاء، مش لازم كاميرا معايا ولا حاجة، مش مهم. بس ايوه بس لا في لقطة تانية مبينة الكرة دي 100%. معلش هتالي هتالي ايوه هي بس دي كده. تعالى بقى اقف لي عند الايد، هي دي يا كابتن اسلام. بس بص الايد عليت، العيد تعالى لي بقى هنا اهو. الكرة دي شايف هنا اللعبة دي خلاص، اللعبة دي يا كابتن ايمن اللي حضرتك بتتكلم عنها. كابتن طالما هي النهارده ابو جبل ايده عالية عليت جيلاردو، يعني هي دي اللقطة، هي دي اللي هي دي خلاص ايده عالية بالظبط خلاص دخلت الشمال، وبالتالي اذا انا عليت ايدي ليه؟ عشان امنع اللعيب يعدي. خد بالك. وهنا محمد فين بقى؟ انا عايز رجل الحكم الخامس اللي فوق يا كابتن. الحكم الخامس يعني انا ممكن التلامس من عنده. تعالى يا كابتن عايز تيجي تعالى اتفضل مفيش مشكلة. معلش يا سمير بقى احنا هنبوظ لك الدنيا بس معلش. الحكم الخامس هو هنا زي ما احنا شايفين، ممكن يبقى عنده بس هنا متغطى التلامس من الناحيه دي ممكن ما يشوفوش، يعني هو ممكن يشوف. معلش تعالى من هنا كابتن يشوف. عشان خلينا نتكلم بقى. انا كابتن جيلاردو عدى وعايز يعدي، حتى لو قلنا ان جيلاردو عايز يعمل أو هو عايز يعدي ايده، جيلاردو عايز يعدي، هو عدى الكوره عايز يعدي، لما ايد ابو جبل هنا عليت ممكن هنا من محمد ممكن برضو ما يشوفش اللطشه اللي هنا، لان اللطشه دي بتبقى سريعه جدا في الملعب. انما انا عايز اشوف، احنا عمالين نوقفها ونشوفها. عايزين نوقف ونشوف احنا بنوقف. هو ممكن يكون ما شافش اللطشه دي. عايزين نشوف محمد عادل فين. هو دي هي دي نقطه مش واضح معانا في الكلام. ما هو محمد عدم وجود محمد في اللقطه ديت، يعني احنا لو مشينا لو نرجع اللعبه تاني على شاشه تانية، عايز اشوف محمد لازم كان يبقى وضعه. هي فين بقى؟ هنروح بص محمد عادل فين هنا. طبعا مش باين. طب بص مش باين محمد عادل كان اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا. محمد كان لازم ياخد زاويه، محمد كان لازم يبقى في الحته دي دلوقتي هنا عشان يشوف، عشان اشوف هنا كده يبقى فاتح شايف زاويه الرؤيه مفتوحه مع ابو جبل عشان يقدر يشوف. محمد مش باين معايا في الكادر خالص. اذا حضرتك ده السبب اللي خلى القرار ممكن يكون محمد، وده قرار بعيد عنه. اتفضل يا كابتن اتفضل. اذا يعني حضرتك شايف ان هي من الممكن جدا ان هي تكون، او مش شايف ان هي من الممكن، انت شايفها ركله جزاء صحيحه. انا شايفها من وجهه نظري ركله جزاء 100%. وقد يكون السفر بقى والمروح والمجية والكلام والله ده كله. والله مش عايزين كابتن اسلام، مش عايزين نظلم، مش عايزين نظلم محمد، لان محمد واخد في مش بظلمه كابتن. ناخد واخد في المباراه. بص يا كابتن اسلام لما يجي لك محمد عنده قرارات صعبه كتير في المباراه ديت، وهيجي لنا واحنا ماشيين كتير النهارده. لما تاخد انت كابتن اسلام وانت لعيب بيجي لك الكوره بتخطا، المدرب بيخطا، ممكن يبقى يجي لك خطا، بتعمل النهارده 8 9 حاجات ايجابيه،
وعادة سلبية ده طبيعي في عنصر بشري. نعم. يعني طبيعي ان انت تخطأ في عادة. ده تحكيمة كابتن. لا طبيعي جدا. لكن احنا مش عايزين نقول ضربة جزاء غير محتسبة، ضربة جزاء صحيحة غير محتسبة للنادي الاهلي. مش عايزين نقول ده اللي اثر عليه يعني او حاجة، لان هو خد قرارات كتير جدا رائعة في المباراة. اللي بعد كده يا كابتن ديت حضرتك شايفها يعني ده احنا جايبين ديت عشان لعبة تانية. هو ده احتكاك عادي من اللعيبة بيلعبوا، هو ما دخلش في دماغه على فكرة عزاء في يعني ممكن احسب حرة ما فيهاش انذار، ممكن احسب ركلة حرة، انما هي ما فيش حاجة، هو تنافس عادي بين الاثنين لعيب. تمام. يعني انا مع محمد ومشى او ما اداش حاجة، انا مع محمد في القرار ده. هروح للعبة تانية لان محمد راح ادى انذار لايمن اشرف. اللعبة هنيجي اللعبة اللي بعديها بقى ليه؟ انا جبت اللعبتين ليه دول؟ هي لا مش هي بقى. اتفضل. هنا بقى اقول ليه؟ هم راحوا قالوا له ايه؟ بيقولوا له لو خدت بالك من اللعيبة كابتن اسلام بيقولوا له ايه؟ انت هناك. لا هنا بص كوع ايمن اشرف ضرب في الوش، مش ضرب بقى خد بالك الاربو، هو بص حط ايده على وشه لمس ما ضربش. لو ضرب يا كابتن اسلام لو دي ضربه في الوش تبقى طرد، انما هو عمل ايه يا كابتن اسلام؟ هو عايز يحمي نفسه. بس في وشه دي انا مش شايف اللي جاي يا كابتن. انا بص يا كابتن معلش، انا دلوقتي لعيب ومش شايف اللي جاي، لازم اول حاجه هعملها ايه وانا طالع للكره؟ احط ايدي جنبي. بص يا كابتن اسلام، احنا عندنا في التحدي الدولي في حاجه معايير. الالعاب دي كلها قدامنا وكلها عندنا. انت بتطلع، انا لمست، انا عايز هو ما ضربوش، هو انا عامل في وشه. حط ايده، يعني لو حطيت ايده في وشه، حط ايده في وشه هو كده، في وشه هو هو شايفه، يعني انت تقصد هو شايفه وهو جاي. شايفه حط ايده بص عشان في الوش، هو ما ضربش. فهنا كارت الانذار مظبوط وركله حره مظبوط لصالح سموحه. للي بعد كده طيب عارف بقى يا كابتن اسلام لو دي فيها ضرب هتبقى طرد. تبقى طرد. هنروح اللعبه الثانيه، ده ماسك هنا طبعا، هنروح دي فاول واضحه جدا. ماشي. وخد انذار فيه احمد صبحي. تمام. لانه في ماسكه، وبص في اصرار على الماسك اهو لرمضان صبحي. يلا اللي بعد كده، اللي بعديها دي لعبه تسلل عند المساعد الاول يوسف البساطي. هنرجع كده من ونوقف لعبه كلوب الكره. لا ارجع لي بس، ارجع لا الكره وهي بتطلع، ارجع وهي بتطلع كده، بتطلع يا كابتن. زي ما احنا شايفين يا كابتن. ايوان بص في جزء اهي باين ان اللعيب بتاع الاهلي في موقف تسلل، باين قدامنا يعني من الطبيعه كده، لو بصينا هنلاقي سبب جزء من جسمه يعني. تسلل. اللي بعده قرار صح ليوسف البساطي. هنا بقى اللعبه دي يا كابتن، انه بص بقى رائع هنا محمد عادل، رائع. ما ادالوش انذار يعني تاني حتى. إيه؟ اللي بالك مع انه واخد انذار محمود. لا هو اداله طرق. ما هو انا بقول لك رائع ليه. اللعبه دي لو داخل منطقه الجزاء هتبقى فيها انذار، بس قانون التعدي لك ابن اسلام يعني. دي لو اللعبه دي جوه ال 18 هيحسب ركله جزاء وهيدي له انذار، مش هيضرب محمود عزت. هي عشان في الخارج بتبقى طرد. يا سلام. في الخارج ما هو قانون تعديله في الخارج طرد. لو اللعبه جوه بشيل عنك الطرد انذار عشان بديك ايه؟ ركله جزاء. فبديك يعني يا ريتها كانت ضربه جزاء احسن بالنسبه له. وعايز اقول برضو ان في ناس تقول لك ايه، طب ما سبتش رمضان يكمل. لا هو هنا بس بعد ما شده نكمل اللعبه خلاص. ومحمود عزت بقى فين؟ بقى قدامه خلاص، ممكن خلاص فانتهت اللعبه. يعني يقول لك ما ينفعش. لا ما ينفعش يمشي. اذا قرار صحيح، لازم يوقف اللعبه باللعبه ديت محمد، ويطرد ويحسب الركله الحره. تمام. قرار متميز من محمد عادل يعني. تمام. اللي بعده اتفضل يا كابتن. وهنا يا كابتن هنا بقى بص ادى حالتين. بص يعني بص الحاله، بص التحايل ده هنرجع تاني. وشفت الحاله اللي فاتت قرار رائع. ده قرار رائع بقى ليه بقى كمان؟ ان التحايل مش داخل منطقه الجزاء بس يا كابتن اسلام، التحايل في اي حته في الملعب. بص هنا خارج منطقه الجزاء واللعيب تحايل، محمد ما ترددش وجه اداله الانذار. ما كانش داخل ال 18 يعني، مش هياخد مظبوط. وجه اداله الانذار، وخد بالك هو قبليها زي ما قلنا قرار كان مدي قرار طرد. هو ماشي محمد من الحكام، هو محمد عادل، وهو عادل فعلا يا كابتن اسلام حقيقه يعني. تمام. اللي بعد كده ده التسلل، هنجيبها من اللعبه اللي ورا، نجيب من الاعاده يا جماعه. ايوه اهي باينه كده واضحه. نقف يا جماعه، بص راجع من التسلل. التسلل واضح. التسلل واضح. اخر لعبه، اللعبه القادمه تسلل واضح. راجع من التسلل. الحقيقه قدم مباراه ممتازه هو ويوسف البساطي، بس هي مباراه زي ما قلت لك هو هاني كايري والمجموعه والحكام الاضافيين، ولكن النهارده الحمل كله انا شايف ان كان على محمد عادل. كان في مباراه زي ما قلت لك مساعدين، بتبقى مساعدين ليهم قرارات كتير. النهارده مباراه حكم. وكان عنده، لو راجعنا عشان نقيم حكم يا كابتن اسلام، الدرجه دي المباراه دي من درجه صعوبتها عاليه. يعني في طبعا هزيمه للنادي الاهلي عشان نقيم محمد عادل، نشوف القرارات اللي خدها كلها.
نحكمش عليه. اذا يستحق تقييم عالي في هذه المباراه. طبعا اكيد. كام من 10؟ يعني محمد ياخد 8.5. هو 8.5 ده تقييم جيد. اعتقد جداً من الكابتن جداً محمد قدم مباراه. بص يا كابتن اسلام، انا زي ما قلت لك بعيد عن اي ممكن انت تختلف في قرار بتاعي. لا طبعا، لكن بشكل عام ادى المباراه بعداله وكان متميز فيها. ما اتخانقناش. مش هنتخانق. شفت يا عم سمير انت السبب، فما اتخانقناش. لكن انا بشكرك جدا يا كابتن ايمن على كل هذه الحالات التحكيميه وعلى رؤيتك في التحكيم النهارده، وللكابتن محمد عادل. واذا بنقول ان الكابتن محمد عادل ادى مباراه جيده باستثناء عدم احتسابه لضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي في الشوط الاول، كنت اعتقد نهايه المباراه تماما لجيرالدو بعد عدم احتسابه لهذه ضربه الجزاء. مظبوط مظبوط. اشكرك يا كابتن ايمن على وجودك معانا. اسره العمل كلها شكرا جزيلا للكابتن ايمن دجيش نجم التحكيم الدولي. ياما عدينا مع بعض بايام وماتشات كثيره جدا جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي بكره ان شاء الله، وعندنا ملعب الاهلي ليلا، وهنتكلم بقى على كل مباريات الدوري العام المصري. انتظرونا غدا وحلقه جديده من ملعب الاهلي.